قضية المحافظة على استقرار لبنان ووحدته والأزمة السورية المتصاعدة وانعكاساتها على الوضع اللبناني على المباحثات الثنائية بين الرئيس اللبناني ميشيل سليمان والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قبيل توجه هذا الأخير إلى العاصمة السعودية الرياض لإجراء محادثات مع الملك عبد الله والمسؤولين السعوديين. في زيارة خاطفة وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى بيروت أجرى خلالها محادثات مع نظيره اللبناني ميشيل سليمان. وأعلن هولاند أنه أراد أن تكون زيارته إلى لبنان هي الأولى إلى الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه جاء في مرحلة حرجة للمنطقة معربا عن تضامنه مع لبنان بعد اغتيال اللواء وسام الحسن، مشددا على وجوب أن يكون لبنان قادرا على حماية وحدته واستقراره. وفي مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين اللبناني والفرنسي أكد هولاند حرص بلاده على تقديم كافة الدعم للأمن والاستقرار مشددا على ضرورة التوافق السياسي لتحقيق وحدة اللبنانيين. مرة أخرى لا بد لي من أن أذكر كل الذين لديهم مصلحة في خلق عدم الاستقرار في لبنان أن فرنسا ستعارض ذلك بكل قوتها، لأننا نعتبر لبنان نموذجا للوحدة. هناك أزمة سورية ولا بد أن يكون لها حل، وموقف فرنسا معروف، ولكن لبنان لا ينبغي أن يكون ضحية لهذه الأزمة، ويجب أن نفعل كل شيء لحمايتها، وهذا هو موقف فرنسا. وأشار هولاند إلى أن الحوار بين اللبنانيين ضمان لوحدتهم، كما أكد أن فرنسا تعمل مع المسؤولين اللبنانيين لمتابعة تطورات المشهد اللبناني، لافتا إلى أنه لا يجب أن يكون لبنان ضحية الأزمة السورية. في المقابل أكد سليمان أنه وضع الرئيس الفرنسي في جو المشاورات التي حصلت بعد اغتيال اللواء الحسن، لافتا إلى أنه يجب العودة إلى لغة الحوار والالتزام من قبل جميع الفرقاء بروح إعلان بعبدة. وأشار سليمان إلى أهمية الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية واحترام الاستحقاقات الدستورية. المطلوب من اللبنانيين أنه يتجاوزوا الحدث ونعمل بإيد وحدة عن طريق الحوار والتعاون لمنع حدوث أعمال مماثلة وضمان وحدة الوطن، خاصة بهالظرف اللي عم بتمر فيه المنطقة الحوالينا وخاصة سوريا باضطرابات وحوادث دموية وعم فيه. وأضاف الرئيس اللبناني أن هولاند أعرب عن استعداد فرنسا لمواصلة دعم لبنان أمنيا، كما أعلن عن اتفاق بين البلدين على ضرورة تقديم المزيد من المساعدات المادية من المجتمع الدولي للنازحين السوريين. وشدد الرئيسان على أهمية عدم إغفال السعي لإيجاد حل لكل الصراعات في الشرق الأوسط. في سياق متصل يزور الرئيس الفرنسي السعودية لإجراء محادثات هي الأولى من نوعها مع الملك عبد الله وكبار المسؤولين السعوديين حول العلاقات الثنائية والبرنامج النووي الإيراني والأزمة السورية. وسبق أن أشارت مصادر في الإليزي إلى أن سوريا وإيران تشكلان مسألتين مهمتين يتوافق حولهما البلدان.